البداية من خبر متعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فخلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة في البيت الأبيض يوم أمس، أعلن أن العالم يواجه عدواً غير مرئي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيراً إلى ظهور نتائج مبشرة لبعض الأدوية. في وقت أعلن البيت الأبيض فيه أن أي شخص من المتوقع أن يقترب من الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بينس سيخضع لفحص سريع لمعرفة ما إذا كان مصاباً بفيروس كورونا. يعني هذه تدخل ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها البيت الأبيض، لا سيما أن الرئيس دونالد ترامب غير طريقة تعاطيه مع الفيروس يعني منذ تفشيها أو منذ بداية هذه الأزمة حتى اليوم. افتتح الأمير تشارلز عن بعد مستشفى ناينتيغيل في مركز المعارض والمؤتمرات الرئيسي بلندن، وهو منشأة مؤقتة ستتمكن قريبا من علاج آلاف الأشخاص. وقال تشارلز إنه تأثر بشدة إذ طلب منه افتتاح المنشأة المؤقتة في مركز أكسل بشرق لندن، وأشاد بالجميع بمن فيهم العسكريون الذين شاركوا في تشييد هذه المستشفى. أعبر عن تأثيري الشديد بالدعوة التي وجهت لي لافتتاح مستشفى ناينتينغيل الذي يدخل في إطار جهود التعبئة لمواجهة فيروس كورونا. إنه عمل رائع بكل ما في الكلمة. أشعر بالارتياح للظروف التي يمكن أن تكون مصدر اطمئنان للجميع بأنهم سيحصلون على الرعاية التي قد يحتاجونها. ألفت مهند في هذا الخبر أن الأمير تشارلز افتتح هذا المستشفى عن بعد، يعني كي لا يختلط. ميشا، الآن حتى أصبحت المشاريع الحكومية والمشاريع إطلاقة صار عن بعد حتى ما يصير في اختلاط بين الناس. صحيح، يعني لا سيما أن الأمير تشارلز أساسا عانى من فيروس كورونا وتم حجره صحيا ومنزليا يعني لفترة معينة. صحيح. طيب نستكمل أخبارنا. أعلن النائب اللبناني إلياس بوصعب زوج الفنانة جوليا بطرس أن ابنه البكر أصيب بفيروس كورونا. وقال الوزير السابق والنائب بوصعب في لقاء تلفزيوني له: ابني أصيب بفيروس كورونا في لندن مثل 70% من طلابنا هناك، وأشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هناك. وقد تفاعل عدد كبير من متابعي جوليا مع الخبر وتمنوا لابنها طارق الشفاء العاجل من كورونا وأن يعود إليها سالما في أقرب وقت. كشفت وسائل إعلام برازيلية عن قيمة تبرع نجم كرة القدم البرازيلية نيمار لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده، بعدما كان رفض المكتب الإعلامي لنيمار التعليق بالقول لن نتحدث أبدا عن التبرعات أو المبالغ المالية. وبحسب ما ذكرت إحدى القنوات البرازيلية، فقد تبرع نجم السامبا ب5 ملايين ريال برازيلي أو ما يعادل $1 مليون أمريكي. وسيسدد المبلغ جزئيا إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ويذهب الباقي إلى صناديق التضامن. بادرة لافتة من النجم العالمي البرازيلي نيمار، يعني يحذو حذو جميع اللاعبين الذين يساهمون ويتبرعون بقيم مالية إضافية من أجل مكافحة كورونا. نستكمل أخبارنا. توفيت المغنية التركية المعارضة هيلين بوليك بعد دخولها في إضراب عن الطعام استمر 288 يوما في معركة الأمعاء الخاوية، حيث كانت مضربة عن الطعام لتجبر الحكومة على تغيير سياستها. وتعرف فرقة يورم التي كانت هيلين عضوا فيها بأغنياتها الاحتجاجية، وهي فرقة موسيقية شعبية جماعية يتغير أعضاؤها بشكل دوري، ومنعت من تقديم عروضها منذ عام 2016 بعد سجن بعض أعضائها. ننتقل إلى الوسوم الأكثر تداولا، حيث انتشر عالميا وسم لا كاسا دي بابيل 4، حيث احتفل عشاق المسلسل الإسباني الشهير بطرح الجزء الرابع. طبعا أحد أهم المتابعين المسلسل أنا، لكنني لم أتابعه بعد. ميشا، في السعودية انتشر وسم صور وانت في البيت، كما كان وسم أكثر شيء سويته بالحجر المنزلي من أبرز الوسوم المتداولة في المملكة أيضا خلال الساعات الماضية. أما في الإمارات فأيضا تركز اهتمام المغردين على إطلاق الجزء الجديد من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل الجزء الرابع. وأخيرا في مصر،
كان وسم معهد الأورام الأكثر تداولاً، وذلك بعد الإعلان عن اكتشاف 15 إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.